من دهوك في كردستان العراق معي سيد سيدو تتاني رئيس لجنة التربية والتعليم في مجلس محافظة الأنبار. مساء الخير، أهلا بك معنا. الصورة من عندكم كيف هي وفق كل الإحصائيات التي تقومون بها والجهود؟ طبعا سنصل لموضوع الجهود، غير ما نعرف من أرقام طلاب أجبروا على ترك المدارس بسبب النزوح، بسبب بطش داعش، وثمت من فضل أهلهم إبعادهم عن المدارس أفضل من تعلم المناهج الإرهابية. نعم، كل الهلا بكم وبقناتكم. طبعا أهلا بعد وسهلا. سيطرة عصابات داعش الإجرامية على كل مفاصل الحياة في كل محافظة نينوى، وتقريبا تكاد لا تخلو وحدة إدارية إلا أن وقعت أسيرة تحت بطش وإرهاب هذه المنظمة الإرهابية المجرمة. طبعا قاموا بقتل وتشريد وذبح وإغراق الناس وحرق الناس وتدمير المناطق، وقامت هؤلاء الأهالي بالتشرد والنزوح إلى أقليم كردستان. ونحن كحكومة محلية في مجلس محافظة نينوى نشكر أقليم كردستان على احتضانهم لأهلنا وذوينا لمدة 3 سنوات في أقليم كردستان. بطبيعة الحال إن الأطفال هم فرائس بسيطة لتنظيمات داعش لفصل سيطرتهم عليهم، الذين احتجزوا في داخل مدينة الموصل وكذلك في المناطق التي سيطروا عليها من المحيط والمناطق الإدارية التابعة لمحافظة نينوى. الأطفال هم مادة خامة يمكن تعبئتهم، تحويلهم و تعبئة الأفكار السوداء. صحيح، وهذا ما يعول عليه داعش والتنظيمات الإرهابية. نعم، عادة هذا ما الذي يستفيد منه في استقطاب هؤلاء وغسل أدمغتهم على الأرض. نعم، نتحدث طبعاً. اليوم في الموصل عن معركة الثلث الأخير من الموصل، ونسبة قليلة جدا بقيت في يد داعش على الأرض، بقي يحتلها لا تتجاوز 3%، 3.18% كما تأتي الأخبار اليوم. بمقابل هذا، إلى أي درجة جهودكم على الأرض اليوم ممكن أن تظهر أكثر ويمكن تحقيقها مع كل هذه الإنجازات على الأرض؟ طبعا بعد تحرير سهل نينوى من عصابات داعش بجهود البيشمركة الأطفال، تم فتح المدارس في هذه المنطقة وعودة الأطفال إلى مدارسهم، ولكن هناك ظروف صعبة لأن داعش قام بتدمير هذه المدارس، وهذه المدارس تحتاج إلى تصليح وترميم. أما بعد تحرير الجانب الأيسر من مدينة الموصل، فنحن سعينا كحكومة محلية إلى عودة الحياة إلى أكثر من 300 مدرسة في الجانب الأيسر، وعودة تقريبا 125 طالب إلى هذه المدارس. ولكننا برغم الظروف الصعبة والاستثنائية التي تعيشها محافظة نينوى بعد تحريرها وهذا الجانب الأيسر وهذه المناطق من سيطرة داعش من الناحية المادية، نحن نقوم بترميم وتصليح هذه المدارس. والمدارس يعني حتى تم فتح 23 مدرسة في الجانب الأيمن من مدينة الموصل، وهناك في ناحية القيارة أكثر من 60,000 طالب يدامون فيها. هناك 11 مدرسة في قضاء سنجار وفيها 6,000 طالب، وبما في ذلك ناحية الشمال التابعة لقضاء سنجار. تم يعني بطبيعة الحال تم التأثير على الأطفال والطلاب بتركهم الدراسة لمدة 3 سنوات. ونحن كحكومة محلية وقرارات وزارة التربية اعتبرنا هذه السنوات التي سيطرت فيها عصابات داعش على مفاصل الحياة في مدينة الموصل لم نعترف بأي شيء يجرى ضمن سيطرتهم، ومن ضمنهم حتى الدراسة التي صحيح. وتعود طبعا بطبيعة الحال مع جهودكم كل المناهج إلى طبيعتها مع كل ما حاول داعش أثناء احتلاله فرضه. شكرا لك. كانت
اعذرني انتهى الوقت. من دهوك في كردستان العراق سيد سيدو تتاني رئيس لجنة التربية والتعليم بمحافظة مجلس محافظة نينوى.